شيلك شو عم يعمل هاد؟ ياش قرب عليها. هاي هي. شبك ما تضمها، يلا ورجيني. والخواتم كتير حلو. شوف ياش، ما بدك مين يذكرك، انتبه عليها منيح. هي هلأ صارت مرتك ولازم تحطها بعيونك. ولا يهمك. لك شي أخي؟ بابا؟ خبروني شو القصة؟ شو عم تعمل هون؟ مو أساس كنت طالع تنام بغرفتك؟ كيف وإمتى طلعت؟ ومين هاي البنت كمان؟ بابا، هاي اسمها ريتو، رفيقتي بالجامعة، وهالشاب بيكون خطيبة. خطيبة؟ ريتو بتعتبرني أخوها، لأنه ما في حدا غيري يوقف معها، لأنه للأسف السنة الماضية أبوها وأمها ماتوا بحادث سير، ولهيك أنا من وقتها حلفت إنه دير بالي عليها، ولهيك بصراحة اليوم اضطريت أطلع من الشغل بكير منشان روح جيب لها كم غرض منشان خطبتها اليوم، وهذا الشيء منشان ما تحس حالها مقطوعة من شجرة. بابا أنا آسف، ما كان لازم أكذب، بس فكرتك ما رح تخليني أجي لهون، بس هيك. أخي شيخار، هذا اللي كنت حابب تشوفه ما؟ في شي لسه براسك؟ بتخيل إنه ما بقى في شي تاني. مستعد أتعاقب بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة، وما رح أعترض بنوب. بس بابا، معلش نأجل الحكي للبيت. لا، أنت كمل حفلتك هون، وبس تخلص رجع على البيت. ألف مبروك، ألف مبروك. شوف لاكشي، هاي آخر مرة بذكرك فيها، أنا ما بقى أسمح لك تعمل هيك شي وتكذب أي كذبة تانية، حتى لو كان الهدف إنك تساعد غيرك، مفهوم؟ امشوا. شو قصدك بهذا الحكي؟ يعني الفيديو مانو صحيح؟ كيف فهمني؟ بالبيت فهمك كل شيء بالتفصيل. أخي شيخار، ظن إنه هيك خلصت القصة، لأنه هداك اليوم أنا اللي غلطت بحقكم، واليوم أنتوا اللي غلطتوا بحقي، وهيك تصافينا. بس أنا حابب أعرف مين اللي بعت لك الفيديو وكان ورا هالقصة هاي. طيب فيك ما ترد، بس أنا بعرف إنه العلاقات بتضل ماشية ولازم يكون في ثقة متبادلة بين الطرفين، وهالشي ما بصير غير إذا كانت الثقة من قلبك، لأنه وقتها رح نقدر نكمل بدون مشاكل. بخاطركم
يلا خلينا نمشي بارفاتي، أنا لازم أحكي مع شيخار باللي صار اليوم. شو هاد كله شيخار؟ اللي من وين جبت هالفيديو؟ مين كان وراء الموضوع؟ شيخار، اسمع سكوتك هاد عم بيطلع لي خلاقي كتير. فقل لي مين ابن الحلال اللي بعت لك هاد الفيديو على البيت؟ لك لا تسكت، احكي لك شي كلمة. يلا رد على أبوك. غريبة عمي لهلأ ما اتصل، يا ترى شو اللي صار معه؟ لازم دق له ولا استنى؟ خلص رح دق له. مين اللي عم يدق لك هلأ؟ بابا عطيني الموبايل بس. رد وافتح الصوت لنشوف مين. مرحبا عمي، أنا سوارة. حبيت أطمن لأنه شفتك ما اتصلت هلأ. طمني، الكل شافوا الفيديو؟ وشافوا لكشي شو كان عم يعمل؟ سكر بوشي؟ بنتي ستك لسه ما رجعت، روحي شوفي وينها. شو في سوارة؟ ليش وشك مصفر هيك؟ قليلي شو الموضوع؟ أنا حكيت مع عمي شيخار بس هو سكر الخط بوشي، ما فهمت شو اللي صاير لحتى عمل هيك، بس أنا متأكدة إنه في شي. أنا قلت له إنه يطول باله كم يوم زيادة كمان بس هو ما رد علي، لهيك أنا هلأ ما بعرف شو اللي صار. ألو عمي؟ شو يا ست سوارة؟ لك مو عيب عليكي تحاكي شاب بعمرك وتقلي له عمي؟ انت؟ شو صار؟ تفاجأتي؟ ايه عادي حبيبتي، انت عم تتعاملي مع حدا شاطر ولازم تتوقعي الأكتر والأفظع. يلا فهمني، ولا انت من وين جبت الرقم تبعي؟ لتكوني مفكرة ما في غيرك بكولكاتا فهيم وكمان كتير حربوق. لك خراس؟ لا اسمعي، انت خرسي وبظن بعد هلأ رح تضلي خرساني على الأخير. بس قليلي شو اجاكي بعد ما لحقتيني اليوم وخبرت الكل ولا شي؟ لك مو مزبوط. ما بهمني، بس حبيت فرجيكي غباكي اليوم. يعني هي اول مره بعمل شي منيح بحياتي، بس انتي من هبلك فكرتي فيني غلط ووقعتي. ولعلمك البنت مثل اختي، والحفله اللي انا فيها هي خطبتها. وصدقيني من وقت لمحتك قدام بيتها عرفت شو في ببالك، ولهيك عملت هالتمثيلية وخليتك برياحة تصوري هالفيديو وتروح تجيب الكل لهون وهن مفكرين انه هي حبيبتي. وهيك بهي الطريقة قدرت اقلب سحرك عليك. سوارة، انا بشكرك من كل قلبي لانه من ورا عملتك بابا خلاني كمل هالحفلة وما ارجع البيت لتخلص. شو شباب؟ مين هاد سوارة؟ واستني بس كم دقيقة واستعدي وقتها للمصيبة اللي رح تصير. هي نفسها اللي انت كنت حابة تعمليها بحياتي. 10 9 8 7. ماما ستي وين؟ لسه ما رجعت. 5 4 3 2 1. بوم. بنت البنغالي، تعي اطلعي لعندي لشوف. اوبس. اسمعي، بظن تعادلنا هلا. يعني هي انت اليوم هديتيني احلى هديه بمناسبه خطبتي، وانا بدوري رديت لك الهديه تبعك ما حبيت مسك منشان تعرفي مين لك شي. ماما وين ستي؟ بنت البنغالي.
أشوف. عن جد مو طبيعي، إذا بس السلطة صارت بتكلف هالحسبة، شو بدنا نعمل إذا قررنا نعمل مشوي؟ بنت البنغالي، لوين عم تهربي مني؟ تعي. اسمعي مني لقلك، الوقت تأخر كتير هلأ، فبلا العياط والخناق تبعك. يلا يلا روحي، فوتي وخليني أنا كمان أمشي. إيه حاجي بقى، عاملي حالك بريئة وكأن القط بياكل عشاكي. لك حاج بقى تمثلي قدام العالم، انت ما بتخلي اي حدا يرتاح، فوقها بكل عين وقها عم تحكي عن الراحة. لك فعلا انك ما بتستحي وبلا احترام كمان. راسي احسن ما انا خرسك. تعرفي شو؟ انت مثل الكلاب الجعارية اللي بتضل تعوي هو هو كل ليل وما بتسكت لتنضرب بالحجر، فروحي احسن ما اضربك. ايه انت اللي خليتيني جن وطلعتيني عن طاري بهالليل، انت ومعك هاي بنتك، بنت بنتك كمان. لك شايفين يا ناس شو بده يطلع من هالعيلة وهي المرة عم تربي لحالها؟ اسمعي وليرزمي حدك. ولك هذا الحكي لك مو لي، انت اللي لازم تعرفي وين هي حدودك وتفوتي تنضبي ببيتك وتربي بناتك، فهمانة؟ ماما تعي معي. لا استني، أنا بدي أعرف شو يلي طقق لما خلى بارفاتي هيك وخلاها تطلع وتصرخ بالشارع. ماما لو سمحتي تعي معي لجوا، خلص خلينا نفوت. يلا روحي روحي روحي، فوتي لجوا مثل ما بنتك قالت لك، لأنه هي بتعرف إن الغلطانة والحق عليا وإن الغلط راكب ركب. شوفي لا تبحلي بنوب، روحي بحلي بحفيتك لأنه هي الغلطة اليوم، روحي وربيها منيح وفهميلي منها كمان ليش وقفت لها لحفيتي على الكلمة وبدها تتزعل حياتها كلها. بس شو الغريب، ما التاريخ عم بيرجع يعيد حاله يا بنت البنغالي، ما هيك؟ جاوبيني، مو من 20 سنة القصة؟ أنا فجأة عرفت الحقيقة وصلحت كل شي صار، وهي اليوم كمان أنا رجعت عرفت كل شي عم تخططي له. من 20 سنة بنتك اللي قدامك حاولت توقع ابني ليتجوزها، وهلأ كمان وبعد كل هذا الوقت إجت حفيدتك لتنزع خطبة حفيدتي مثل ما عملت بنتك. طبعاً حفيدتك هاي ما حدا رح يطلع بوشها ويطلبها لزواج من وراكي. اسكتي. لا أنت اللي لازم تسكتي، أنت بتوقفي وبتسمعيني. ليش حفيدتك تصرفت من عقلها؟ أنا متأكدة إنك بعتيها لتلحق خطيب حفيدتي وتصور له هالفيديو ويصير البراسك، مو هيك؟ مشان تتهمي بشغلات وسخة هو ما عملها أبداً. بس شوفي انتي وحدة حقيرة وبنتك مثلك وحفيدتك لسه أفظع ومفكرة كل العالم مثلك. اسمعي لإلك بنتي أشرف وحدة بكل الدنيا، ونحن بعمرنا ما دخلنا بأموركم الشخصية، فهمتي؟ لهيك اسكتي وما في داعي لهالجنان هلأ. هالجنان؟ حبيبتي أنا حكي كله موثق ومعي الدليل عليه، وإذا ما بدك تصدقي فأنتي حرة، روحي دقي راسك بالحيط وبلطي البحر، فهمتي؟ لأنه هذا الحكي مانو من مخ بنوب، وإذا بدك أنا جاهزة أثبت لك كلامي. شيخار! شيخار تعال لهون! اوعى تطلع لبرا. بابا اليوم ما فيك تجبرني على شيء. بنتي من كل شيء، اطلع لهون. إذا بتمشي خطوة لبرا فضي هالمسدس براسي. شيخار اطلع لهون. بس اذا مصر تطلع تطلع بتوقف ضد بنت البنغالي، فهمت؟ يا ريت ما توسخي اسم ابني وتجيبيه على لسانك. خلاص غيرتكم من عائلتنا ومن افرادها صارت واضحه، وما رح اسمح لكم تمشوا اكثر بهاي القصه، لهيك بحذركم تقربوا من حدها. ليكي يا بارفاتي تجاوزتي حدودك كثير. ستي بكفي بقى، خلاص تعي معي. ليش بقى؟ ليش لا اسكت؟
حدا بيقدر يفهمني شو هذا اللي عم يصير؟ وليش هالمرة واقفة وعم تعيط هيك وما عم تسكت؟ حتى أمك شو بها؟ ليش عم تنادي على الغبي شيخار حتى يطلع؟ شيخار! مثل ما قلت لك بتعمل، بتوقف ضده، فهمت؟ شيخار ليك انت حلفت انه ما رح تخلي اي شيء يصيبها لسوارة ابدا. يلا قلن شيخار، قلن. انا ما بدي منك غير تحكي الحقيقة، قلن ياها شيخار. احكي بنتي. قلي لي شو هذا اللي عم تحكيه؟ انتي ليش لحتى عم تطلبي المساعدة من واحد مثل هذا وقدام الكل هون؟ تعي قلي لي، تعي فهميني، شو هي الحقيقة اللي بدك يقولها قدامهم؟ شو يلي صاير؟ وليش عم تبكي؟ لك يا بنت البنغالي، أنا بقول لك عم تبكي على حظ الزفت بهالدنيا، عرفتي؟ لأنها ببساطة أم بلا زوج، وبتغار من أي حدا حياته حلوة وكاملة مو ناقصة مثل حياتها. ومشان هالشي هي اللي بعتتها لبنتها لتسود علي عيشتي وعيشة بنت ابني، فهمتي؟ بنتك هي اللي بعتتها لبنتها مشان تصوروا لصهري فيديوهات مزورة مثل ما عملتي حضرتك. لك يا عالم، شايفين بعيونكم هالعيلة قديشها محترمة؟ وانتي بدل ما تحطي وشك بالطين بعد كل شي عم تنادي على ابني مشان ينقذ لك سمعتك ويشيل القذارة من حياتك ويطالعك نظيفة، ها؟ بس هذا الشيء ما راح يزبط معك ابدا، فهمتي؟ وانتي الثانيه لك يلا روحي بقى وضبيلي بناتك، وعلميهم لو كانوا قذرين وسخين بالحياه وما بيدون شيء فما يطالعوا هاي الوساخه على الناس الاكابر، ماشي؟ شيخار اذا بتريد احكي لهم. شيخار بترجعك، لا ترجع الماضي وتعيد الغلط، لا تعيد اللي عملته فيني من سنين بهذا الموقف وتخليه يطلع ببنتي. يمكن انت ما يكون بدك تساعدني، بس بترجعك، بترجعك لا تخلي بنتي تحمل هالموضوع. على الاقل احكي الحقيقة وخلي الكل يعرفوا انه بنتي مو غلطانة مرة غير. يا شيخار إذا بتريد يلا أحكي. ليكي أنا بوعدك إنه ما رح خلي ولا شعرة تنمس منها. بس إذا ما صرت تطلع، تطلع بتوقف ضد بنت البنغالي، فهمت؟ بكفي بنتي بكفي. سوارة تعي قلي لي، حكي هاي المرة صح ولا لا؟ ماما سوارة وشيخار كانوا متفقين على هالشي. سوارة قولي اللي قالته هالمرة مزبوط، احكي. انا بدي افهم إنه اللي حكيته هاي المرة كان صحيح. شيخار فهمني ليش ما عم تحكي لهم؟ كل شي عملته بنتي كان مشانك ومشان بنتك، وانت بتعرف بهالموضوع. احكي شيخار. ليك ولي اخرسي اخرسي، بحاجة تلفظي اسم ابني وتقوليه بلسانك القذر والوسخ. سوارة أنا سألتك فليش ما عم تجاوبيني؟ ستي أنا بالفعل رحت وصورت الفيديو، بس أنا عملت كل هذا الشيء مشان أكشف حقيقة لك شيء قدام الكل. وقفي شوي خالي،
سوارة ممنوع حدا يحاكيها. لك ليش وقفتها شيخار؟ خليها ترجع تربيها من جديد لتحل عنا. لا ماما، هالشي مو صح. مو صح؟ لا دخيلك، أنا هذا اللي كان مخوفني. إنه هالنسوان هدول اللي كل وحدة فيهم أوسخ من التانية يقدروا يقلبوا له مخه لابني. يعني ابني هلأ راح من إيدي لأنه أنت وبنتك وحفيدتك سحرتوه. إيه أكيد، لأنه صار يحكي مثلكم وبطل يعرف الصح من الغلط، ومفكرين إنه راح يضل بصفكم. بس اسمعي يا بنت البنغالي، فجرتوا إنه هالحكي يصير. ستي بكفي، لو منعرف بالسحر كانت ستي من زمان كتير عملته وخلصت منك وارتاحت. لك ولا غبية، أنا ماني ستك وبعمري ما راح أكون هيك بلوب، فهمتي؟ وقعك ها مرة تانية تطلع من تمك هاي الكلمة قدامي. بس ماما بس، خلاص بكفي. لك يا شيخار، شو أنت بدك تجلطني يا ابني؟ افتحي عيونك وطلع من السحر اللي هني عاملين لك ياه، حكم عقلك بقى. لك ابني شبك، افتح مخك وقول المظبوط وفهمهم انه انت مو بصفهم. يلا احكي بقى شيخار. ماما انا مفتح عيوني وعقلي كتير، ولهيك بعد الشيء اللي صار اليوم انا رح خلي بنتي راجيني تتجوز لك شي مثل ما بدكن. بس شو ما كان يلي صاير معنا، فسوارة ما دخل فيه ولا بأي شكل. أنا ما حبيته لهالشاب من أول ما أجا لعنا، ولا قدرت أتقبله حتى. مشان هيك أنا طلبت من سوارة أنها تساعدني لنلاقي شي شغلة ضده. بالفعل هذا يلي صار. لأني من البداية واثق وبعدني لهي اللحظة متأكد إنه بنتي راجيني مستحيل تكون مرتاحة معه، لأنهم ما بيشبهوا بعض بشي. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ شلون قدرت تعارضنا؟ لأني ببساطة بكون أبوها، وأنا أدرى بمصلحته وبمستقبله وشو بناسبها أو بناسبنا أكتر من أي حدا تاني بهالبيت. شيخار بابا. إذا معتبر حالك أبوها فأنا جدة ولساتني عايش، والكلمة يلي رح تمشي بهالبيت هي كلمتي أنا لك. أنا أكبر منك وهالشي بيعني ما حدا غيري بحق له يقرر مين رح تتزوج راجيني ومين اللي بناسبنا. يا ريتني متت قبل ما أشوف هالشي يا شيخار، قبل ما أشوفك تغيرت هيك وقلبت ضدنا ومشيت من ورا السحر الوسخ اللي انعمل لك وقلب لك مخك. يعني معقول أنت رحت واشتغلت من رأسك، كسرت كلمة الكبارية كلهم؟ أسفة أسفة أسفة، بس مو قادرة أخبي ضحكتي. أسفة يعني أنت ما بتفوتي فرصة لتتهميني أنا وبناتي، وهالمرة السحر انقلب عليك ومن واحد من قلب بيتك. بس ليكي أنا خلص مسامحتك، لأنه بكفيك اللي صار فيكي هلأ، يعني مو بس قدامي وقدام حفيدتي وبنتي كمان وقدام الحارة. انحطيتي بنفس الموقف اللي كان بدك تحطينا فيه، لهيك روحي فوتي لجوا لأنه خلص أنا أخذت حقي وزيادة كمان. يلا يلا يلا. بارفتي، شيخار، راجيني، يلا فوتوا. استني بارفتي، ابنك من 20 سنة ما كان عنده القوة ليحمي بنتي ويدافع عنا، وانتو قدرتوا تضلوا مسيطرين عليه منيح. بس شوفي هلأ وبعد كل هالوقت قوته طلعت بوشكون وما قدر يخبيها من شان بنته. أما انتي فشوفي شو صار فيكي.
بعد كل شي عملتيه عيلتك عم تتدمر قدامك. اخرسي بقى، انت كلك وحدة ما عرفت تربي لا بنتها ولا حفيدتها مثل الخلق وتعلمهم شو هو الاحترام، وبكل عين وقحة هلأ جاية مشان تعلمنا الصح من الغلط. إذا لسه بتقولي كلمة تانية من هالسخافات رح أضربك ضربة طيرك على السما وما ترجعي إلا 100 شقفة. خلص ستي، خلينا نروح. يلا ماما. بنتي تعي يلا. ماما انت هون؟ تعال. شو اللي مسهرك؟ نطرتك حتى تجي. بدي احكي معك شوي. شوفي. ليك ابوك اليوم كان كتير فخور فيك، مدح فيك اكتر ما بتتصور، حكالي كمان عن رفيقتك اللي عم تهتم فيها. عن ريتو يعني؟ وأنا بدي منك تجيبها لعنا زيارة قبل العرسة، لأني حاب يكون مكان إما وأعطيها هدية. بس ليك المهم هلأ إنه أبوك مبسوط منك ومو وسعته الدنيا. شو القصة؟ شو مصنوم هيك؟ ليك ابني، يعني صح أبوك قوي وعصبي، بس بنفس الوقت قلبه طيب كتير. يلا رح أحط لك لقمة تاكلها. لا مو جوعان ماما. ماما بس شوي. ماما جاوبيني بصراحة، أبي عن جد بيحبني؟ أكيد بيحبك ابني، ليش عندك شكلك شي؟ لكن إذا هيك اللي له يبرهن اللي يحبه ويسمعني لو مرة واحدة كرمالي. كيلي شو بدك تقله؟ إني مو حابب هالبنت. ماما اسمعيني شوي وفهمي علي وبعدين انت احكمي. يعني اللي بدي أقوله إنه رفيقتي ريتو بنت كتير حلوة. لا لا مو ريتو، راجيني. ايه راجيني، يعني هي صح بنت ظريفة وبنت عيلة، بس أنا لساتني صغير كمان ومو حابب اتزوج بهالعمر. انا لما كنت بعمرك كان عندي اياك انت واخوك وكنت مبسوطه كثير ابني. ماما زماننا غير زمانكم، لك كل شيء اختلف، وبصراحه هالبنت كثير تقليديه وجامده وما بتعرف تحكي كلمتين، وكمان انا بحب اطلع وفوت وهي بيتوتيه، بعدين ليكي هي ما بتلبق لي ولا بشكل، وحتى قلبي ما دق لها. بقى تخيلي كيف حياتنا رح تكون بعد الزواج. خلص انا ما بدي اياها امي. بتعرفي لك أنا حتى وقت رحت لشوفها. شو عم تحكي أنت؟ رحت تشوفها لحالك؟ إيه رحت، بس مو موعد غرام، رحت على الجامعة. بس مو هي القضية، مو إني شفتها، لا القصة إنه هي بنت كتير تقليدية وجامدة بطريقة أنها ما حكتني ولا كلمة، وأنا بدي بنت واثقة من حالها، يعني بنت بتفرض رأيها وين ما كانت وبتحكي بطريقة حلوة، لأنه بهذا الشكل حياتنا مع بعض ما بتصير مملة. ماما أنا بدي وحدة تناقشني، ما بدي تقلي أمرك وحاضر بس. ماما
أنا بدي وحدة حبة، وحدة تكون رفيقة درب وشريكة عمر، ومو بس تكون كني، أنا بدي وحدة مثلي أمشي أنا وياها سوا خطوة بخطوة. يعني مو مثلك أنت وأبي، هو بيمشي قدامك وأنت بتضلي ماشي ورا. لك أنت شو سويت؟ اسمع لقلك، إذا لسه بتحكي بهي الطريقة رح تشوف أكتر من هالشي بكتير، لأنك ولد بلا ترباية. لك ما بصير هيك، هو ما عاد ولد صغير. لا، اللي بيكبروا بيكونوا رافعين راسهم بعيالهم، بس هاد خجلان فينا ومطي راسه وكسر كل تقاليدنا وأعرافنا بهالحكي اللي عم يحكيه، وأنا مستحيل سامحه بعد هالشي ورح ندمو على هالحكي. لا، شو حتساوي؟ بابا لو سمحت، بابا. مرت أخي؟ قوم افتحولي. أحكي شوفي. بابا فوق. خلص هلأ، هو ما عاد يعيدها. بابا لو سمحت، بابا استنى لو سمحت اسمعني شوي. بابا بترجاك خلص تركه يروح. أخي شو القصة؟ تركو. أخي استنى. بابا لك خلاص. بابا، بابا لو سمحت اسمعني وافهم الموضوع. أنا رحت لشوفها لحتى أعتذر منها على اللي صار بالخطبة، صدقني بابا. خلي هالصدق إلك لأنه ما بيهمني أبدا، هاللعب الفاضي ما بيعنيني. أخي روق طول بالك واسمعوا. بابا معلش اسمعوا شو بده يحكي. خلاص الكل يخلص، طلعي فيه شوفيه واشبعي منه وودعيه، لأنه هي آخر مرة راح تسمعي باسمه بهذا البيت. خلاص هو راح يصير لك شي وبس. أو يمكن الصايع لاكي، لأنه اعتبارا من هاي اللحظة عائلة مهيشواري تبرت منه وما عاد تتعرف عليه بأي شيء وما بقى إله قاعدة بهالبيت. رام، ساجيتي، أنتوا اليوم رح تتأكدوا إنه دور جبراساد عادل وما بيشد مع حدا على حساب حدا. وسانسكار اللي أنا عاقبته من قبل ما نو أقل من ابني لاكشي بالمرة. لأنه هن الاثنين غلطوا نفس الغلط وسودوا وشنا وحطوا اسم عائلتنا بالطين، ولهيك عقابهم رح يكون واحد كمان، وحتى لو كان هذا ابني رح يتعاقب. الكل يسمعني هلأ ويفهم شو رح أقول. أي واحد ومين ما كان رح يخالف قوانين وعادات عائلتنا رح نزته برا البيت ونتبرى منه، مفهوم؟ وحتى لو كان ابني أنا. ومن اليوم أنا راح أتبرى منه وراح أعتبره مات، ومن هاي اللحظة أنا ما عاد عندي غير ولد واحد، عدارش. بابا لا لو سمحت. بابا لا بترجاك لا طالع لبرا. لو سمحت اسمعني شوي. لا بابا اسمعني شوي. بابا اسمعني، انا حكيت الصدق. بابا انا لاول مره بحكي الصدق. لك شيء بابا. بابا لو سمحت اسمعني. ما تقول بابا ابدا، انا ما عادت ابوك لك شيء. انا فعلا كان عندي ابن بهالاسم بس هو مات وريحني. بابا بابا بابا.
عليك على الولد يا دورجا، يعني وين بده يروح بحاله هلا؟ حرام عليك. بس اختي بس، تعالي معي. ماما الهواء كتير قوي، ليش مو مسكرة الشباك؟ يلا رح سكره. ستك نامت؟ ايه نامت من شوي. ليكي ماما قليلي انت بشو كنتي شاردة من شوي؟ لا ابدا ما عم فكر بشي. من هون هي غرفة عمي شيخار؟ ايه ليش؟ لا ولا شي، بس أضوية الغرفة لساتها شاعلة، ومعناته هو لسه فايق لهلأ ومو قدران ينام. يا حرام، بس عن جد أنا ما عم بفهم موقفه، يعني هو كيف بيقدر يسكت هيك وما يعمل شي مشان بنته؟ بس بتعرفي انا واثقه انه ما رح يوقف بوش اهله، وراجيني حتتجوز لكشي مع انه هو ما بده اياه. انا بقول انه البنت تكون بلا اب احسن من اب مثله، صح؟ وكمان انا بشوف انه منيح اللي هو تركك وراح، لانه الحياه مع هيك رجال. هذا الحكي أكبر منك بكتير يا بنتي. إيه صح، بس ما بيمنع أني أحكي ما؟ لك أنتي ما فيكي خير، اللي عم تحكي عنه اليوم وقف قدام الكل ودافع عنك، ومو بس هيك هو منع ستك من أن تمد إيدها عليكي قدامهم. إيه مزبوط، بس أنتي كمان لما كنتي بحاجته تركك وما دافع عنك، صح؟ وقتها الوضع كان غير، وأكيد في سبب منعه. يعني مثل أسبابك هلأ؟ شو قصدك؟ ماما انتي لحد اليوم بتحبي لعمي شيخار، وهالشي واضح لانه اذا حدا جاب سيرته بالعاطل بتزعلي وبتعصبي، وحتى اليوم بالحارة لما ابوه ضربه كف قدام الكل دمعت عيونك، ولا لتكوني بس شفقتي عليه. شو عم تقولي انتي؟ لا اكيد ما في شي من هالحكي. طب حطي عينك بعيني ماما، ماما كرمالي. شو بدك؟ انتي لحد هاي اللحظة لسه بتحبي لعمي شيخار ما هيك؟ انتي مجنونة ما؟ شو هالحكي هاد؟ ماما بتحبيه ولا لا؟ شو انتي ما بتخجلي؟ كيف عم تسألي امك هالاسئلة هاي؟ ليش امي؟ شو العيب يعني؟ فهميني شو المشكلة او الغلط اذا كانت بنت عم تسأل امها اذا كانت بتحب ابوها ولا لا؟ عادي. لا مو عادي ابدا ماما، ليكي كل ما حاولتي انك تخبي ماضيكي كل ما لزق فيكي اكتر من قبل، وأصلاً ما رح تقدري تخبي هالحقيقة أكتر من هيك. سوارة ما بقى تحشري حالك بشي ما بيخصك، لأنه أنتي ما بتفهمي فيه أصلاً، فسكري على القصة كلها، وهلأ روحي وتركيني لحالي شوي. Thank you.
راجيني شو ما كان اللي صار اليوم. بابا بصراحة أنا ما عندي تعليق على اللي صار، بس أنا رح أقول لك إنه شو ما كان قرارك فأنا موافقة عليه. بس ما بدي تكوني زعلانة، إذا بدك الشاب أنا بوافق. لا أنا منيحة بابا. بنتي لو إنك فعلاً منيحة ما كنتي حضنتي فستان أمك هيك ومليتي من دموعك. بابا فستان أمي فيه ريحتها لهلأ، ولهلأ أنا كل ما بمسكه حس بحنانه وكأني بحضنه. بابا انت لساتك بتحب امي بعد كل هاي السنين اللي مريت؟ ايه بنتي. معناها ما رح تفكر بمرة تانية بعد ما؟ بابا ما جاوبتني. شو ما كان يلي صاير معنا فسوارة ما دخل فيه ولا بأي شكل. سوارة 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 شو وينها هاي؟ لوين بدها تكون راحت من وش الصباح؟ ماما بنتي بنتي وينك بنتي؟ اي ماما. بنتي سوارة مو بغرفتها. اي بتكون بالحمام او بالمطبخ. لا انا دورت منيح وما لقيتها بكل البيت. ليك هاي تاركت لك اياها. أنا آسفة ماما، بس وقت تحبي تجاوبيني وبكل صراحة على أسئلتي وقتها بس تطلبي مني أرجع على البيت، وأنا ما عم أمزح بهالشي. سوارة شو بنتي؟ قلي لي شو هاد؟
ماما، هي الرسمة لسوارة كأنها كانت ماسكتها كل الليل وعم تبكي. وعن شو كان سؤالها؟ وهي شو بدها تعرف؟ بما أنها قالت إنه ما راجعة معناها مو راجعة. ليكي بنتك عنيدة، يعني معقول إنه هي عن جد ما ترجع؟ ليكي أنا بعرفها لبنتك منيح لأنه هي طالعت لي. ماما ليكي بتعرفي شو؟ حاولي تتصلي بكل رفقاتها وأنا رايحة أدور عليها برا. بس شو؟ شو بدها تعرف؟ ماما أنتي بس اتصلي بكل رفقاتها بركي منقدر نعرف شي خبر عنها هلأ. وأنا رايحة أدور برا بلكي بلاقيها. ماما بترجاكي تروحي وتتصلي بكل رفقاتها فوراً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.